كما تشوفوا معنا المشاهدين ديالنا، لا بغي نقول لكم كنبغيوكم بزاف بزاف بزاف، وما تنساوش المشاهدين ديالنا تدعمونا وتدعمونا. شكرا. نعرفكم براسي، انا ندى، هذه سعيده، منى انا الصغيره، سعيده هي المواسطه، منى هي الكبيره. القناة ديالنا محتوى جبالة اللي كنمثلو فيها أنا وخوتي، وصراحة عجبنا داكشي الجبال وبغينا نعدو هاد المحتوى حيت كتعجبنا، حيت كيعجبنا هاد المجال بغينا ندخلو ليه. جبالة وتطواني بجوج، يعني نص تما ونص هنايا. خلق وترابي، يعني تما وهنايا، ما مجبرين شي واحد بلاصه محدده، عندنا الدار هنا وتم، يعني مره هنا ومره تم. في الصراحه في الاول جاتنا صعيبه شويه، الحق دابا عادي يعني تسنسنا معاه. صراحه شويه حيت ملي كنكونوا لابسين لبسه جبليه كيعرفونا، بالحق ملي كنكونوا لابسين هيدا قليل. بالحق جبليه اكثر. في شهر 8. ان شاء الله. انا واحد الايمان بالله بلي غادي يتحقق هادشي. كتشوف راسكم انه عاد تقدروا ان تقنعوا المجتمع المغربي بداك الشيء اللي تقدروا؟ 100% غنقنعكم، غنقنعكم. بما انكم جبليين، طبعا العائله الجبليه كتكون محافظه، واش ما لقيتوش شي صعوبه ولا الوالدين والاسره المحيطه بكم ما خلاوكمش تدخلوا؟ الصراحه لا، بالعكس هما دعمونا باش حنا عملنا هادشي هذا. فين باغيين توصلوا؟ بغينا نوصلوا هاد الثقافه هادي جبليه حيت كتعجبنا، وكاين اللي ما كيعرفش الجبل بزاف يعني قليل، بغينا نوصلوا كيفاش كيكون الجبال والناس ديال الجبل كيفاش عاملين، وهادشي اللي بغينا. حنايا حنايا ماشي فلوكات تقريبا، اما روتيني اليومي لا. افلام لا يعني فكره ديالنا شنو كيعادلو جباله وكنشوفو الجبل ديالنا شنو كيعادلو، حنا كنعادلو داكشي اللي كيعادلو هما. لا حيت كنا بغينا كنا بدينا شحال هادي، حنا بغينا بدينا في هاد المحتوى غنكملو في هاد المحتوى هادي. غنبقاو فيها ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لكاين اشخاص في هاد المجال هذا ربما شابات مع الدخله في نظر ثم هاد الشيء شنو كيبان لهم هاد الشيء هذا اللي كيعملوه؟ صراحة كنطلب لهم الهداية، الهداية حيت هاد الروتين اليومي ما عجبناش، وكان عجبنا كنا عملناه حيت لا علاقة، وكيسيء بالأخلاق ديالنا ماشي ديالنا حنا، يعني ديال المغاربة كاملين بصفتنا كمسلمين كيشوفونا كيقول لك علاش حنا عندي ديك النظرة قبيحة. بالعكس خاصة ملي تشوفنا شي واحد خارج البلد أو داخل البلد يقول هادي مزيانة مثقفة، يعني كتزيد الدفع بالبلاد ديالك، كتكبر بالبلاد ديالك، ماشي نتينا كتهبط بالبلاد ديالك، فهمتي؟ لسان تكون الشباب والشابات اللي عندهم أحلام وإعتقادات، شنو تقدروا تقولوا؟ كنبغي نقول لكم كافحوا داكشي اللي كتبغيوه باش توصلوا ليلو، وما تيأسوش حيت حنا يأسنا وأسنا وبغينا نرجعوا لهذا الشيء هدايا، حيت كنا سالينا مضومين عاود رجعنا، وبغينا داك الشيء اللي حنايا كنفكروا فيه بغينا نوصلوا له بأي طريقة، وبسببكم انتم غنوصلوا إن شاء الله يا ربي. اللي بغى يوصل شي حاجة ما يتراجعش، كتقول لكم منى
قولوا ما اختي. الصراحه اللي بغيت نقول لكم انا اللي في حلم ديالو شي حاجه وباغي يعمل شي حاجه في حياته ديما خصو يوصل بواحد الطريقه كيفاش نقول لكم المهم يستمر ويكافح وما يتراجعش وان شاء الله ربي يعاون كل واحد والله يعاون كل واحد يا ربي يا الحبيب. بغيت نقول لكم يعني الانسان ما يفكرش فكره الناس ولا شي حاجه سلبيه ديما يفكر في حاجه ايجابيه اللي كيبغيها هو. صراحه لا ولكن اذا كراش على شي واحد ما سكتوش حنا المره الاولى المره الثانيه الثالثه حق الثالثه ثابته ماشي دائما. شكرا. اذا هضرنا معكم على صناعه المحتوى وهاد البلوغات بطريقه جبليه عاد شي في الدين لان واحد السيده في المغرب معروفه هي منى عيون شنو بان لكم هاد السيده من قبل ودابا شنو بان لكم فيها بشكل عام؟ صراحة مي نعيمة كانت عندها محتوى مزيونة وكتقدم داكشي مزيون الحق مؤخرا بلغات فيه بزاف وبما هي مرة كبيرة يعني ماشي باقا صغيرة اللي عاد داك العقلية تقولوا باقا صغيرة راهي كبيرة تبارك الله بعقلها داكشي اللي كتعدل ماشي تتم ما عجبنيش انا بالنسبة لي لأ بالنسبة لشي واحد اخر ما كنبغي نقول لك مي نعيمه رجع للطريق وان شاء الله عاد وصل داكشي اللي بغيتي ولكن ماشي بهاد الفكره اللي عندك انت ناحيه بالعكس المشاهدين ديالك ما كيبقاوش يبغيوك كيف الاول. تبارك الله. شكرا. اذا عتتمنى شي كلمه جميله. مرحبا. كما تشوفوا معنا المشاهدين ديالنا لا بغي نقول لكم كنبغيوكم بزاف 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 وما تنساوش المشاهدين ديالنا دعمونا ودعمونا. باش نقول لكم اخوتي حنا عندنا القناه ديالنا الاخوات الليتوانيات كاين اللي عرفنا وكاين اللي ما عرفناش وان شاء الله حنا خاصنا كلشي عرفنا وصافي هادشي اللي نقولوا دخلوا اخوتي دعمونا ودعمونا ولا نبغيوكم بزاف بزاف بزاف. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.